أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الجيش الوطني السوري يعلن قصف مواقع قوات التابعة لقسد يبقيب المدفعية الثقيلة في قرية الدردارة ومحطة المباقر في منطقة تل تمر شمال الحسكة. الجيش الوطني السوري يفكك عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب أحد المنازل في نزلة صابر بمدينة رأس العين بريف الحسكة وفق شبكة الخابور المحلية. محافظة دمشق ترفض 700 طلب عودة من أصل 1200 طلب تقدم بها أهالي من مخيم اليرموك منذ شهر تشرين الأول الماضي للعودة إلى منازلهم. الشبكة السورية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات تطالب الحكومات الأوروبية بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا. وحدة تابعة للجيش اللبناني تسلم أحد أبناء ريف دمشق المشقين عن جيش النظام لأحد الحواجز العسكرية الحدودية بعد اعتقاله أثناء عمله داخل الأراضي اللبنانية بحسب موقع صوت العاصمة. الإمارات تعلن فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من يوم غد السبت وفق وكالة الأنباء الإماراتية.